النهارده موضوع جيرني تو مارس. فكره ان احنا لو الايرث ملوش بديل احنا نروح مارس اكيد نبتدي من الارض. احنا في ديسكفريز وجيرنيز كتيره ليها عشان نعرف ازاي عرفنا ان مارس بقى ريبليس من الارض. لو الريبورتس اوف سبيس عرفنا الاول ان الهيومن ريس ازاي يعني اكزيستد في الارض. كان في الاول يكسسبل في الارض، كان في روح، كان في تمبرتشر مناسبة عشان يعيشوا، كان في فود مناسبة. بس دلوقتي ريسورسز على الارض ده خلاص مش موجود، فبقى في الكاجوال ما بقاش قليل، ما فيش بارد كفايه، كان في انكريز اوف بوبليشن اوف هيومنز، بقى في يعني بوبليشن كبيره مركزه في مكان واحد بيستخدموا ريسورسز كتير في مكان واحد. كلايمت تشينجز لحد دلوقتي في جلوبال وورمنج زاد وفي بوليشن كتير في الجو. وده أدى مثلا للبلانس بقت تقل والريسورس زي ما قلت في الأول الانتسيتي اوف لايف بتقل اتموسفير، بس دلوقتي يعني الانتسيتي اوف لايف دي ابتدت تقل أكتر عن الأول. النيوترونز دي الأنيمالز في أنيمالز كتير بقت اكستنك فخلاص دي بتقل برضه الفرص بتاعت الشانسز إن احنا نعيش أكتر. ولايف كامل فروم ذا صن يعني دي هو مارس مارس أبعد شوية عن الصن بس عامل اتموسفير اقل بس فمشي تفرق قوي في الموضوع. الموضوع طبعا اهم حاجه دي وورد لايف سايكل دي على الارض دي اهم حاجه فهنتكلم عن دي اكتر شويه. دلوقتي هنتكلم عن الارض في الميتيز فوورد از بريزنت في سبيسيز في سول ولينك في الجاز ففي الايس في الكورن جابس في ريفرز كلها ليمت ستيت في الجاز في البيت في سول التوب فيها ثلاث انواع روبي ساندي فورتوايز. الفورتوايز دي اللي احنا بنستخدمها عشان نزرع النباتات فدي احنا بنتقدم لها نيوترونز والريسورس. والروبي دي عماله بتبقى كده حاجات فممكن تبقى للسكن اهو. في الاتموسفير بتاع عنده نيتروجين واكسجين ريتش اتموسفير. هنا يعني اكسجين ونيتروجين برسنتج عاليه جدا في الاتموسفير بتاع الارض. Report the back is in motion, giving magnetic field. ده بيخلي الكوكب يدور بس في توازن، يعني مثلا الكونتيننتس مش بتتفرق عن بعض، بتبقى في مكان واحد. والووتر في الاوشنز ما بتتحركش، كلها سفر. الووتر is essential for life. هي عملت بتبقى في 3 سنس، الووتر لايف سايكل ده بيخلينا نخش في كده اكتر. يعني من بتبقى من ليفل الجاز عن طريق الفابريشن. وهي بتاخد الانرجي دي من الصن اللي هي لنا يعني تعتبر اهم مصدر لنا في الارض. والجاز الصن بيبقى عن طريق الاكسجين. هنا الوقت في الجو برضه بيوصل واحد حوالي هي سبعة ايه بس حوالي 71%. المناطق الزراعيه تبقى 12%. فالهيومن هابيتيشن تعتبر 0.05%. ده معناه ان احنا مش مستخدمين الريسورسز اللي حوالينا كلها. انا برضه مش اكتر دي في السويد. هنا السويد في البلاي تربة اللي هي الفوسبا اكتر دي فيها بنستخدمها المواد الزراعيه اكتر حوالي 90%. ودي بس بيحصل بعد كده تجديد في الاراضي فبتبقى نسبتها 3%. فعشان كده احنا بنحاول نلاقي طريقه زي ما قلنا برضه فيرتايل سوي مينز اسورس اوف فود. بس دي المشكله ان هي ابتدت تقل. يعني نخش اكتر في الانر بورد بتاع البيرد عشان نعرف ازاي هو الكوكب متماسك مع بعض. هنا الكروس اللي هي الاوتر سيرفيس خالص اللي احنا عايشين عليها اللي هي الجزء ده مش عايشين عليها احنا عايشين على السيرفيس. الكروس جوه تقريبا حوالي من 5 ل 30 كيلومتر. بعد كده المانتل بتاع دي بقى 2000 كيلو بعد كده الاوتر كور والانر كور. الانر كور دي هي اساس الارض. الروتيشن اوف ذا ايرث بتعمل مانتل فيلد فدي بتخلي الحاجات ثابته. عشان كده يعني دوران الميه بيبقى اساس على الاكويتر. مثلا هي بتلف وتورين الكور فهي على طول الاكويتر بتلف تو كويس لكن لو تحت بتبقى وال الريد كور برضه بيعمل اكستكشن في السولار راديشن بيمنع مثلا السولار راديشن ان هو يخش عشان كده
هو ده ممكن في الأتموسفير بتاع مارس هو فين؟ مش عارف يعني. دلوقتي هنتكلم أكتر عن الأتموسفير مع الجامد. دلوقتي واحنا بنتكلم عن ثلاثة أتموسفير، إيه أول حاجة أصلاً معنى الأتموسفير؟ هو الغلاف الجوي اللي يعتبر بيحيط بالأرض، وده طبعاً فيه حاجات مهمة، أهم حاجة اللي هي الحاجات الأساسية فيها، أول حاجة إن هو فيه الحاجات الأساسية من الحياة اللي هي الأكسجين والنيتروجين اللي هي بتمثل الحاجات الأكبر اللي إحنا بنستخدمها يعني، ودي بتوضح نسبة الأكسجين والنيتروجين في الغلاف الجوي. تاني حاجة إن هي بتحمي كوكب الأرض من الإشعاعات الضارة، سواء كانت جاية من الشمس اللي هي يعتبر ألترافايلت ريز اللي هي بتسبب لنا أمراض في العيون. دلوقتي لما نيجي ندخل أكتر على المكونات الغلاف الجوي، بيتكون من خمس طبقات، أول حاجة الإكزوسفير والكريموسفير والميزوسفير والستراتوسفير والتيربوسفير. لما نيجي أول حاجة نتكلم عن الإكزوسفير، أول حاجة هو بيعني أعلى من سطح الأرض ب 10,000 كيلومتر يعني فوق سطح البحر. وهو اعلى طبقات الغلاف الجوي. تاني حاجه هو المكان اللي بيبقى فيه معظم الاقمار الصناعيه، والاقمار الصناعيه دي بتستخدم في حاجات كتير، منها والاهم حاجه المتخصصه في الموضوع بتاعنا هي اللي هي بتكشف برضو الحركه اللي موجوده على كوكب المريخ، وطبعا بالاضافه الحاجات اللي احنا بنستخدمها في حياتنا اليوميه اللي بنستخدمها في الاقمار الصناعيه. تاني حاجه اللي هي الثيرموسفير اللي هي بتاعنا اللي هي تاني طبقه رابع طبقة وهي أعلى من سطح البحر 690 كيلومتر، ودي بيبقى فيها درجات الحرارة عالية جدا، ودي برضو منها بتساعد في إن هي تحمي كوكب الأرض برضو من الإشعاعات. تالت طبقة هنتكلم عليها هي الميزوسفير. الميزوسفير دي هي الطبقة اللي فيها بتساعد كوكب الأرض النياز اللي جاية من الفضاء الخارجي بتحترق فيها. ليه طبعا؟ اكيد طبعا عشان خاطر درجه حرارتها عاليه جدا. ولما نيجي نتكلم بعد كده عن الاستراتوسفير، اول حاجه الاستراتوسفير هي زي ما انتم شايفين هنا 101 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر، وغير كده هي الاستراتوسفير دي بتمثل 15% من حجم الاتموسفير كله بتاع كوكب الارض. وغير كده لما احنا من تحت لفوق كلما بنزيد درجة الحرارة بترتفع، ودي برضو كانت بتحمينا من السولار انرجي. بعد كده بقى نيجي على التيربوسفير اللي هي أول حاجة من طبقات كوكب الأرض اللي هي التيربوسفير اللي هي بتعمل بالظبط حوالي 100 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر، ودي بتشكل أعلى نسبة من الحجم بتاع الأتموسفير اللي هي بتمثل 75% فيها، وطبعا زي ما أنا قلت إن هي أقل طبقة بتاعت الأتموسفير. ولما نيجي نتكلم هي دي الطبقه اصلا اللي بتخلي الجو بتاعنا يتغير، يعني في اليوم كده بتاعنا هتلاقي الجو فيه تقلبات مناخيه. التربوسفير ده هو اللي بيسبب التقلبات المناخيه. بعد كده لما نيجي نتكلم عن المارس، هسيبكم دلوقتي نتكلم عن المارس مع زميلي محمد ابراهيم. We've discussed the characteristics that allow Earth to sustain life. Now we get to the real issue of our topic. How does Mars compare to Earth in regards to these criteria? Well, for starters, water is only present in two states on Mars, solid and gas, while Earth is present in three. The soil on Mars is mostly rocky and sandy, sometimes frozen in the polar ice caps, slightly similar to how it is on Earth. While Mars' atmosphere isn't quite as complex as Earth's atmosphere, it's mostly one thin layer of composed of carbon dioxide. And the core of the planet is also very different. Earth's core is always in motion, while Mars' core is static. The implications of which will be discussed in further detail down in the presentation. Now, water is present as a vapor in Mars' atmosphere and also frozen in polar ice caps. It also used to flow through the many canals that now run through the planet's surface. This is what caused many researchers to think of Mars as an ideal replacement for Earth when considering the planet. Now back to the Martian atmosphere. As we discussed, carbon dioxide makes up for most of the planet's atmosphere.
with trace amounts of nitrogen and almost no oxygen. Now, naturally, one must ask the question, how am I supposed to live on the planet if there's no oxygen? Well, NASA has started making prototypes of a machine that can convert the carbon dioxide present in abundance on the planet's surface to breathable oxygen. However, this is still a work in progress. As we've said, the Martian core is static, unlike the Earth's core. This makes for a very weak magnetic field surrounding the planet, which in turn leads to no protection against solar radiation. How this can be remedied is still a problem. But as of right now, it mostly just involves one big explosion on the planet. Now we get to the Martian soil. As we can see, it's mostly rocky and sandy. Consisting mainly of iron oxides, what we call rust, which is responsible for the planet's red color. Now, surprisingly, NASA's researchers have discovered that this soil might actually be good for the survival of plants. However, some outside factors need to be added to it, so it's not exactly perfect for farming, as we imagine. Now, all these differences, one has to wonder, can there truly be life on that planet? Well, to answer that question, my colleague, Ahmed. In fact, there is water on Mars. خلت ناسا إن هي تبعت more probes, rovers على مارس عشان تعمل explore مارس. وهم شايفين هنا body of probes بتبني كل واحدة من دول ليها objectives معينة. هبدأ بالفايكنج بروكس. الفايكنج بروكس أول objective ليها اللي هي تبتين high resolution of the Martian, high resolution images يعني of the Martian surface. تاني حاجة they characterize the structure of the atmosphere and the surface of Mars. تالت حاجة إن هي بتسيرش for evidence of life على مارس. على فكرة كل الصور والانفورميشن اللي احنا واخدينها مع مارس هي تقريبا جاية من الفايكنج بروبس. أذر هاند احنا عندنا طبعا كيوريوستي روفر. الكيوريوستي روفر ده طبعا جهاز معمول إن هو عشان يكسبلور السيرفيس على مارس. الأوبجيكتيفز بتاعته هو أول أوبجيكتيف دي إن هو خروج حتة اسمها جيل كريتر. جيل كريتر ده هو عايزين إن هو يقدر من الحتة دي كانت قبل كده ممكن إن كانت يعني بتدي جود كونديشنز للميكروبيال لايف ولا لأ. فلو قدر يثبت يعني إن هو خروج الراجل ده طبعا هيبقى في لايف على مارس قبل كده. تاني حاجة إن هو انفستيجيت ذا رول أوف ووتر. بيشوف ان الكوكب دوت ينفع ان المؤمنين يعيشوا عليه ولا لا. تالت حاجه ليه على ان هو يقدر يعرف البروسيس اللي بتعمل السويل والروكس على مارس. Human exploration ناس بيوزنج الروبوتس فور لايك 40 years على عشان يعملوا اكسبلور لمارس. وناسا حاطط بلانت في بارت بلان لو مشي عليها ان شاء الله المفروض يعرفوا ان هم يخلوا 30 يروحوا لمارس. الريت فور لايف كيس الاسترونات بيقعدوا اكتر ده بارت 1 من البلان. الاسترونات بيقعدوا اكتر في الانترناشونال سبيس ستيشن. وتاني خطوه ان هم بقوا ساينتست خدوهم في حته عامله زي مارس على الارض قعدوا فيها حوالي سنه. تاني حاجة اسمها بروفينج جراوند ده تاني بلان. ناسا يعني عاوز تعمل الاكسبيرمنتس في الديب سبيس بحيث ان هو الاسترونات بتاعه ان هو يرجع في فيو دايز يعني ماتر اوف دايز. اخر حاجة البارت بلان ناسا هوبس تو سيند هيومن لمارس. ناسا سيند هيومن لمارس نيو تكنولوجيز اللي هم عارفينهم ريسيرشز ويحاولوا ان هم يقللوا الوقت
الوقت اللي بتسافر لمارس او الوقت اللي ياخد حوالي كمان 3 شهور هحاول اقلله وهحاول يعمله زي الاول الكربونز اوبشن واحاول ان هو يعمله ماتيريالز على مارس. فاخيرا ان هو اصل بتاع كويتشن يعني ان هو مين يعني هو نقدر نروح نجيبه ونفهم الانفورميشن.